السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد صغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها الدخول إلى الحاسوب الذي تم تنصيب عليه ويندوز 10 النسخة النهائية والرسمية التي أطلقت في 29 يوليو 2015. طبيعة الحال هذا الحاسوب عندما يكون منصب عليه ويندوز 10 أو أي نظام تشغيله ويوجد عليه كلمة سر، لن تستطيع الدخول إلى هذا الحاسوب والولوج إليه واستعماله إلا عندما تقوم بإدخال كلمة السر. فماذا في حال كنت نسيت كلمة السر، أو كان هذا الحاسوب ليس حاسوبك تريد الدخول إليه، يعني أو أي من أحد هذه المشاكل التي تتطلب منك إدخال كلمة السر لهذا الويندوز؟ نعم، الحل في هذه الحلقة واستراه في هذه الحلقة بإذن الله طريقة سهلة جدا، فقط أطلب منك التركيز والانتباه جيدا ورجوع إليه بعد مشاهدة هذا الفصل الإعلاني القصير. إذا مشاهدي الكريم، كما ترى أمامك هذا هو حاسوبي قمت بتنصيب عليه ويندوز 10 النسخة النهائية كما ترى أمامك. بالفعل عندما أقوم بالضغط على زر الويندوز وحرف ال هكذا يتم الدخول في شاشة تسجيل الدخول. فعندما أضغط عليها هكذا يطلب مني كلمة سر أو باسورد. عندما أقوم بكتابة أي كلمة لا يقبل دخولي هكذا، يقول لي إن الكلمة غير صحيحة كما ترى أمامك. طبعا لن تستطيع الدخول باستخدام يعني التنبؤ أو يعني التخمين كلمة السر، ولكن تستطيع حذفها نهائيا باستعمال هذه الطريقة التي ستراها الآن. طبعا عندما يعني هكذا في هذه الشاشة، عندما يكون الحاسوب مغلق ستحتاج إلى حاسوب آخر، يعني حاسوب ليس هذا الحاسوب، يعني حاسوبك أو حاسوب آخر في المنزل. بعد الدخول إلى الحاسوب الآخر ستدخل إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو. هذا الرابط هو عبارة عن اسطوانة هيرنزبوت. هذه الاسطوانة يعني رائعة للغاية، واستخدمها من أيام ويندوز 7 واستخدمها في كسب باسوردات الويندوز يعني من قديم الزمن، يعني حوالي من سنة 2012. فهي متخصصة أيضا وتشتغل على ويندوز 10 وقمت بتجربتها. لا علينا، فعندما تقوم بالدخول إلى هذا الرابط ستجد اسطوانة الهيرنزبوت V9.7. يجب أن تقوم بتحميل هذا الإصدار، يعني سوف تجده أسفل الفيديو بالطبع كما قلت لك. بعد الدخول إلى هذا الرابط ستنزل هكذا إلى الأسفل مباشرة حتى تجد هذا الخيار هنا، هيرنزبوت CD9.7.zip. تقوم بالضغط عليها هكذا ويبتدئ معك التحميل. بعد اكتمال التحميل تقوم بفك الضغط وحرقها على CD أو DVD كما ترى أمامك. هنا لدي هذه CD استعملها منذ القديم، يعني كما ترى هذه هي هيرنزبوت 9.7 بوت، يعني كاتب عليه حتى حذف الباسورد. قديمة جدا هذه CD واستعملها، وأيضا سأستعملها في هذه الحلقة. الآن تقوم بفك الضغط على الملف الذي تم تحميله بالضغط على استخرج هنا. بعد ذلك يفتح الملف الذي تم استخراجه. تأتي إلى نسخة الأيزو أو ملف الأيزو، تقوم بالضغط عليه على زر بزر الفأر الأيمن وتختار نسخ صورة القرص. الآن تقوم بإدخال CD أو DVD فارغ أو جديد وتقوم بالضغط على نسخ على القرص المضغوط. بعد الانتهاء من حرقها على CD ستقوم بتركيبها على الحاسوب المقفل أو الذي يوجد عليه ويندوز 10 المحمي بباسورد هكذا. تقوم بإدخالها إذن، نقوم بتركيب CD. الآن كما ترى يعني زر الاستوانة على الماوس، لا تكتب أي شيء أو تقوم بكتابة باسورد وهي من هذا، فقط تقوم بالضغط على زر الإغلاق وتختار إعادة التشغيل. تختار إعادة التشغيل على أي حال. هنا ستدخل في وضع الأقلاع، يعني بالدخول إلى البوت بالضغط على F12 إذا كان يعني حاسوبك مثل حاسوبي، يعني أغلب الحواسيب تستعمل F12. ابحث عن طريقة الدخول في وضع الأقلاع أو الدخول في خيارات البوت، يعني أضغط على F12، أقوم بإدخال باسورد البيوس. إذن هكذا
اختار من هنا عند بليز سيليكت بوت ديفايس، يعني اختيار البوت الذي ستقلع منه، ساختار سي دي او دي في دي هكذا، وانتظر قليلا. اذا ننتظره قليلا. كما ترى امامك هذه العبارة. الان من هنا من كما ترى هيرنز بوت سي دي، ساختار ستارت بوت سي دي الخيار الثاني. اذا تنتظر قليلا تدخل، يعني تظهر لك هذه الشاشة، تختار نيكست الخيار التاسع، بعد ذلك ستذهب الى الخيار الرابع باسورد اند ريجستي تول، تضغط عليها. الان تذهب الى الخيار الاول اكتف باسورد تشينجر وتضغط على انتر. تنتظر قليلا تظهر لك هذه الشاشة، لا يعني لا تكترث لها، فقط انتظر. اذا كما ترى امامك الان هنا في الخيار الاول تشوز لوجيال درايف سيرش فور ام اس سام، يعني وغير ذلك من الخيارات، فقط ما تحتاج اليه هو الضغط على رقم 2 من لوحة المفاتيح وبعد ذلك الضغط على انتر. الان تنتظر قليلا يقوم بالبحث عن مستخدمين لهذا الحاسوب. ننتظره قليلا. الان هنا اضغط على انتر بعد، يعني يظهر لك هذا الخيار، فقط يعني تضغط على انتر، بريس انتر هنا تو كونتينيو. اذا نضغط على انتر الان هنا يظهر لي قائمه المستخدمين في هذا الحاسوب. كما ترى واذا لاحظت في البدايه اسم المستخدم الذي في حاسوبي هو صغير او صغير هنا كما ترى امامك، هذا هو يعني يظهر حتى باللون الاخضر، والرقم الذي رقم هذا المستخدم هو رقم 1 هنا كما ترى امامك، النو هو 1 والاسم هو صغير. وهنا يظهر لك خيار يور تشويز، يعني الخيار الذي تريد ازاله كلمه السر الخاصه به، يظهر لنا رقم 1 اذا كان يعني المستخدم الخاص بك ليس رقم 1، تكتب الرقم الذي يظهر في هذه الخانه. اذا اكتب رقم 1 واضغط على انتر. الان يظهر لي هنا الخيارات التي اريدها. اخر خيار كما ترى امامك هو كلير ذس يوزرز باسورد، يعني مسح باسورد هذا المستخدم، تظهر هنا علامه اكس. ما تريده او ما تفعله هو فقط الضغط على حرف الواي في لوحه المفاتيح هكذا حتى يتم الحذف، كما ترى هنا being successful changes، يعني users attributes او لا اعرف، يعني has been successful changes، يعني تم حذف الباسورد بنجاح. فقط تقوم يعني كما قلت لك بالضغط على الزر واي هكذا. الان هنا تم حذف الباسورد بنجاح، كل ما عليك فعله هو الخروج هكذا من هذه من الاسطوانه او من البوت حتى بايقاف التشغيل وفتح الحاسوب من جديد. لا يوجد داعي الان للسي دي، يمكنك اخراجها، فالحال الباسورد قد تم حذفها بالفعل. الان اقوم بادخال باسورد البيوس، ننتظر حتى يتم الاقلاع وتشغيل الويندوز والدخول مباشرة الى سطح المكتب دون ان يطلب منا الباسورد. اذا كما ترى الرجاء الانتظار، الان سيقوم بالدخول دون ان يطلب مني الباسورد او كلمة السر. اذا ننتظره قليلا. اذا كما ترى هنا صغير كما رأيتم يعني في اثناء حذف الباسورد، مرحبا لم يطلب مني كلمة سر. اذا ننتظره حتى يقوم بالدخول. كما ترى امامك مشاهدي الكريم، طبعا الويندوز الذي استعمله اذا تساءلت هو ويندوز 10 بروفيشنال، يعني النسخة النهائية والرسمية التي اطلقت في 29 يوليو 2015 وتشتغل معها هذه الطريقة كما ترى امام مشاهدي الكريم. سيتم تسجيل الدخول الان وفتح سطح المكتب. ننتظره قليلا كما ترى امامك الان. كما ترى سطح المكتب ويعني قائمة ابدأ وكل شيء يعني على ما يرام، وتم إزالة الباسورد نهائيا من الحاسوب. يمكنك الآن يعني الدخول حتى إلى لوحة التحكم وإدخال الباسورد التي تريدها، يعني باسورد مغاير لتلك الباسورد أو تركه كما هو. شكرا على حسن متابعتكم، هذه هي فقط الطريقة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. رجاء إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك أسفل الفيديو، لا تنسى كذلك الاشتراك في قناتنا فقط بالضغط على زر السبسكرايب الذي يظهر الآن.
أسفل الفيديو على يميني، قم نقرأ عليه قبل إنهاء الفيديو. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة th3vw.com بوجود حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.